مية مية. بقول لك ايه، انت موضوع النائب ده ضامنينه ولا مش عايزك اشمعنى؟ تخش، مش عايزك تخش في الريسك ده زي المره اللي فاتت؟ بس دي هتلخبط كل حاجه، فاهم تتلخبط كل حاجة ازاي بقى؟ يعني؟ يعني مبدئيا، مبدئيا الناس دي يمكن اتنين، الناس اصلا رفضت الفكره دي قبل كده، بس ابوك زودها لما شتم الواد، تمام ماشي. اللي نزل دلوقتي هشام نصر ده، تمام، ابوك هيبتدي يجاملك عشان عايز يركبك، هيروح خابط في الراجل ده برضه، هيروح قايل لك ايه خبط ده فيه اللي، اصلا، شتم. تمام، يخبط فيه بقى لحد تاني غيرك، فاهمني؟ طيب هقول لك على حاجة، أنا فكرت في أيمن يونس. لا ابن متناك، ابن متناك هيضايق يا ابوك جوه يعني، فاهم؟ لا خد بالك، أيمن يونس مش ستايله كده. كلمت محمد صلاح قال انا مش حاضر. يعني يعني انا بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي لو الاسماء اللي انت قلتها دي، علي جلال، علي خالد لطيف يبقى نائب، فاهم؟ نفس بروفايل احمد جلال كده، ماتياز ما بيعملش حاجه، مش عارف ايه، وانت يا باشا راجل في السيف سايد، تبقى بنت ابنك يا احمد. لو ما نجحتش هتبقى بقول لك بنت ابنك من ناحيتين، الناحيه الاولانيه ابوك هيتجنن، فاهم؟ وهيشد في شعره، هيغلط وهيخبط في الناس وهيخبط في اللي نجح، فاهم؟ طب ليه؟ يبقى خسرنا كده مكانين. يعني انا بقى خسرناك في المجلس، وبقى في نائب مش معانا. طب ما نعملها بقى بالشياكه، يبقى النائب معانا واحمد في المجلس، زي ما انا كده بره وليا صلاحيات رئيس نادي اصلا، فاهم؟ الناس بتعمل معانا، الناس ملهاش لازمه خالص يعني. انا بقول لك انا وجهه نظر، انا كنتش اعرف طب اصلا، انت ما اعرفش ان بكره اخر يوم، بابا اللي قال لك ولا انت دي فكرتك؟ بابا بس كانت فكرتي برضه. لا فكرتك دي يا باشا، انت انت راجل هتنزل بقى في يوم من الايام رئيس، طول ما انت احمد مبابا في المجلس الناس مش هتقبلك رقم اثنين. هو هو الشعب كده يعني، هو الشعب ده كده، تركيبته كده، نشوف الناس كانت بتتعاطف معانا ليك واحنا بره، عارف؟ لو انا وانت تمشي في يوم من الايام، قال لك ده رئيس وده نائب يا عم، وعلي وان العيال دي شاطره وناجحه، بابا اللي هينزل قدامك ده هيطلع دين امه، فاهم؟ فهيصحي الميت، هو ميت اصلا، واحد يبقى ميت هيصحيه. بص احمد، لو انت بكره مرشح نفسك عضو مجلس اداره خلاص، وهو ناك الراجل ده الشهر اللي جاي ده كله، هو بينيكوا لمصلحه واحد تاني غير ابنه، غير ان هو بينيكوا عشان واحد تاني غير ابنه، ده بينيكوا عشان الراجل ده ما يقفش جنب الزمالك لما كان رئيس اتحاد، بص، خناقته هو مع الزمالك. انا حسبتها ازاي يا امير؟ ان مفيش حد نازل. الراجل ده يعني متعلم عليه في الموضوع اللي انت قلت عليه، احمد فاهم لا قصدي؟ بقول احمد، بقول لك ايه، انت لو كنت نازل قدام هاني العتال راجل لراجل لوحدك قدام اي رئيس، في اي رئيس غير ابوك، كنت نكته، كنت نكته حتى لو هو يقدر اتصرف مليار، فاهم؟ بس انت انت محطوط في الكورنر ده غصب عنك، انت محطوط في الكورنر ده مش هتعرف تطلع منه. طيب دلوقتي انا اصحيك الصبح ولا اعمل ايه؟ ماشي، يلا سلام.